السلام عليكم. في هذا الفيديو راح اتكلم عن سماعه رياضيه لاسلكيه مقدمه من قبل شركه مي اوديو، تعرف باسم الاكس 7 بلس. طبعا هذه سماعه رياضيه لاسلكيه تدعم تقنيه بلوتوث 4.1، فبالتالي هذه متوافقه مع عدد كثير والكثير من الاجهزه التي تعمل نظام الاندرويد او اجهزه الاي او اس، كما انه هذا او هذه التقنيه تسمح لك بدعم او بالحصول على الاي بي تي اكس او النظام الصوتي او النظام الترميز للصوت اي اي سي بدقة عالية. طبعا هذه السماعة الرياضية مقاومة ايضا للتعرق. بداخل الصندوق راح تلقى حافظة صغيرة لهذه السماعة، وهذا الشيء كويس، وايضا السلك الخاص بشحن هذه السماعة من خلال مايكرو اس بي، فبالتالي بامكانك استخدام اي شاحن في عالم الاندرويد لشحن هذه السماعة، وراح تعطيك 8 ساعات من ناحية الاستخدام حسب ما ذكرت الشركة. اما من ناحية تجربتنا فتقريبا الرقم كان قريب جدا، تحديدا كانت 7 ساعات و5 دقائق من استخدام المتقطع. الشيء الجميل انه التصميم وجو التصنيع خاص بهذه السماعة، رغم انها من البلاستيك الا انه قوي جدا. هذه السماعة تأتي بجو التصنيع ممتازة، مخصصة انه مثلا اذا خلصت من التدريب او من النادي على سبيل المثال بامكانك رميها بداخل الشنطة الظهر على سبيل المثال، او انه اذا طاحت منك لا قدر الله فانه تستحمل الصدمة وبشكل ممتاز جدا. الشيء الجميل برضو حجم السماعة نفسها كبير، فبالتالي تدخل الاذن وتثبت بشكل ممتاز، تحركت يمين يسار، تحركت بسرعة، فزي ما هو واضح امامكم انه ثابتة ما وجدت فيها اي مشاكل. طبعا في وسائل الاذن بداخل الحافظة الخاصة بهذه السماعة بامكانك تغييرها بكل سهولة. طبعا فيها لها ريموت كنترول كبير، كنت اتمنى يكون بحجم اصغر، لكنه الازرار تعمل بالشكل المطلوب، زري الخاص بالتحكم بمستوى الصوت او التحكم بالملفات الموسيقيه، فتعمل مع جهاز الاندرويد وجهاز او اجهزه الاي او اس على سبيل المثال. السماعه تاتي بمعرفات للصوت بقوه 6، وايضا تدعم نظام صوتي يبدا من 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز. فالصوت فاجأني الصراحة، على الرغم من السعر الخاص بها 369 درهم إماراتي، الصوت كان جدا جدا ممتاز، حتى مع البيز والترافل كان جدا جدا ممتاز، فشيء جميل لدرجة اني اشوفها افضل من ناحية جودة الصوت مقارنة مما هو موجود في الجي بيرد الاكس 2 اللي استخدمها. فهذه كانت تجربتي للإكس 7 بلس، سماعة رياضية ممتازة. كنت أتمنى بس لنقطة واحدة، أنه حجم الريموت كنترول يكون بحجم أصغر. عدا ذلك أنه هذه السماعة أنصحك بها بشدة إذا كنت تمارس الرياضة وتهتم بشكل ممتاز في موضوع جودة الصوت. شوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف سلامة.